لك شبه ما عم يرد علي بنوب. انت حضري الكورونيا. تمام. طيب وين هالولد عمو؟ انا بعرف انه هني اخذوا ابن ليزا وعماد لعندهم على البيت هو فتون. عفوا عفوا عفوا، شو قلت عمي؟ لك قلت انه جان وفتون اخذوا ابن ليزا وعماد مع بعضهم على البيت، هيك فهمت؟ بس دقيقة عمو، دقيقة واحدة لأستوعب. أنت من وين بتعرف كل هالمعلومات وأنا ما بعرف شي عن الموضوع؟ ابنك جان قال لي. هو قال لك؟ يا سلام، هيك لكان. طيب ليش هالولد ما بيخبرني بهالقصص؟ طيب ليش يا حزريك؟ ليش؟ عمي بس دقيقة، جاي لعندك. أنت هات احكي لي القصة من أولها إذا سمحت. لك ليزا وعماد عطوا الوصاية على الصبي لجان وفتون. أكلنا هوا. شو؟ أي ولد؟ وأي وصاية؟ فهمني. اسمعيني، ليزا وعماد كانوا كاتبين وصية قبل ما يموتوا ذاكرين فيها إنه إذا ماتوا ابنهم بوصاية جان وفتون. لا عالبال ولا عالخاطر، أنت شو عم تقول؟ هالولد يعني ابني أنا رح يتزوج رفيف عن قريب وكلها عضة كوساية، رح يجي ابنه على الدنيا. ابني شو رجع عم يعمل عند هديك القزمة هلا؟ بك كبرتيها كتير، في طفل يتيم بالموضوع وليكي انتي بشو مشغولة؟ انتي منيحة؟ لا مالي منيحة ابدا. اي لك طلعت روحي لحتى قدرت بعدت ابني عن هالقزمة هي. اي شو رجع يعمل بهداك البيت؟ ناجية تعي ناجية ناجية.